Everyone, Mr. Radi with you. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم Mr. Radi. Today we are going to talk about some words. النهاردة هنتكلم عن بعض الكلمات اللي أبنائنا الصغيرين في KG1 KG2 حافظينهم، وممكن يكونوا في سن قبل ذلك، يكونوا لسه يا دوب عنده سنتين ثلاثة أربعة، مجرد يعني بيتكلم ممكن الكلمات دي يكون هو بيقولها عادي. طيب احنا كتبنا ليه، جمعنا ليه حوالي 50 كلمه كده؟ اولا عشان نضمن ان احنا عندنا كميه كلمات في ذهنه باللغه الانجليزيه ما تضيعش منه، ما يعرفش هل هو حافظ كتير ولا حافظ كلمات قليله. لا، احنا كده عندنا 50 كلمه، هما ال 50 كلمه هنقدر نبني عليهم، ده هيديله استعداد فطري انه يحفظ كلمات انجليزي فيما بعد، وده ايضا يعتبر في حد ذاته انجاز هو حققه في تعلم اللغه الانجليزيه بوعي او بدون وعي، بادراك او بدون ادراك. هو كده حفظ هذه الكلمات، يدخل كي جي 1 هياخد كلمات ثاني، يبقى كده هتزيد عنده الثروه اللغويه والكلمات هتزيد اكتر، هنعرف نعمل جمل فيما بعد ونعرف ننطلق في تعلم اللغه الانجليزيه. الكلمات دي هتبدا بيبي، بيبي رضيع، أي طفل صغير حافظ بيبي، بيبي رضيع، بيبي حبيبي، بيبي معناها رضيع أو حبيبي، باص، أتوبيس، بسكت، بسكوت، هو عارف باص، باص بيسمعها كتير في الشارع، باص، باص بيسمعها في من الأسرة، باص، أتوبيس، بسكت، هو عارف بسكت، بسكوت، بيبي رضيع، بالون، البالونة بنكررها كتير في الأسرة، بيسمعها مع أصدقائه ومع جيران، بانك، كيك، كيكة، بنك، كلمة بتتقال في الأسرة بنك على المكان بتاع الفلوس بنك، كمبيوتر، كمبيوتر عارف هو كمبيوتر بيشوف أو يسمع كويس الكلمة دي بتتردد على سمعه، بيشوف كمل، جمل، كمل، جمل، كب، كوباية، كب، كوب، كوب، كب، كب، دكتور، دكتور بيقول الكلمة دي، جاكيت عارف جاكيت كلمة بتتردد بيلبسها بيقول جاكيت والجينز، جاكيت، جينز، توميتو، طماطم، توميتوز، عربيك، عربي بيقول عربي، عربيك، دش، كلمة دش طبعا الطبق اللي بيجيب الإشارة عارف هو دش كده عارفها، الطبق اللي بتاكل فيه دش، كيلو بيسمع كلمة كيلو، لولي باب، لولي باب، لولي باب، مصاصة، جول، جول هدف بيسمعها كتير، ميكانيك، 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 ميوزك، مزيكا، ميوزك، ميوزك، موسيقى، بيتزا، بيتزا كلمة بتسمع في بتتقال بياكلها حسب ما بتيجي له، بيتزا عارف كلمة بيتزا، فاز، الفازة بتاعت الورد، فيديو، فيديو، فيلم، فيلم كلمة عارفها هو، ماتش، اسمع ماتش، بابا بيقول بيسمع ماتش اخوه مثلا بيقول كده ماتش يعني مباراة او ماتش، كاتشب، كاتشب كلمات متداولة، كلمات بنقولها كلنا هو حافظها عارفها، لكن انا قدرت اضمن اجمع 50 كلمة في كراسة كشكول معايا عشان لما يروح كي جوان كلمة جديدة احطها في مكان، يعني كلمات حرف ليه انزل بيهم، اخذ صفحتين ثلاثة كلمات حرف البي واجمع واعد الكلمات دي وابقى عارف ومتقدم. النهارده حافظ ثلاث كلمات، الاسبوع ده جمع 10 كلمات، الشهر ده بقى عنده 50 كلمة مثلا، يقدر يعمل جملة، يقدر يتكلم، يبقى فاهم الصورة اللي قدامه ايه، ينطقها وهكذا. ايس كريم عارف هو ليمون، ليمون، مانجو، مانجا، بوتيتوس، بوتيتو، بطاطس، راديو اللي هو الراديو او التليفون، ريموت، ريموت، الريموت كلمة بتتقال كتير في الأسرة، ساندويتش، ساندويتش، تي في، تلفزيون، أنكل عم أو خال، أنكل كلمة بيكررها وبيرددها وبيسمعها كتير، أنكل، تليفون، تليفون، شيبسي، شيبسي، ده عنده. طيب كاميرا، كاميرا، كابتن بيسمع كلمة كابتن بيلعب كورة، الكابتن مدرب، الكابتن اللي أنا عارف تاني ياخدها لما يكبر، مام، ماما، دادي، دادي، بابا، موبايل كلمة بتسمع كتير، كنز المعلبات، كان بتجيب كان، هنا عندي بقى لما نقول مثلا في كلمات احنا بنكررها كتير في الأسرة انجليزي مع دولة، أو أي كلمة احنا نروح مثلا يسمع كلمة موبايل طلب سوفت مثلا هيجيب له سكرينة، عارف كلمة فيسبوك حافظها، كلمة فيسبوك هيسمعها، يوتيوب، كلمات كتيرة باللغة الإنجليزية أصبحت دارجة عندنا في اللغة العربية، كل كلمة أنت عايز تأسس ابنك كويس، عايز تضمن إنه هو هينطلق بشكل منظم في العملية التعليمية للغة الإنجليزية، أنا بجمع له الكلمات في الحرف بحيث أعرف مدى مستواه ومدى تقدمه في الكلمات، أما الكلمات تبقى عايمة كده وأنا مش عارف هو إيه اللي حافظه، وين اللي نسيه، وين اللي هو تقدم فيه أو لسه ما تقدمش، لكن مساعدته
ومسهلة مع الكلمة دي. أنا مثلا أجيب حرف السي مثلا ببقى عارف هو بيقعد الكاف مبدئيا، باخد كاميرا، كابتن، كيك، كمبيوتر، كيك، كب، وهكذا، كمل، جمل. هذه الكلمات في حرف السي، أجي داخل على حرف الدي ألاقي مثلا دش، دكتور، أجمعهم الكلمات دي. كل كلمة هو بيحفظها سواء من اللغة الدارجة معانا أو لما يروح كي جي 1 كي جي 2 بحطها في الحرف المناسب، وكده اقدر اضمن ان الكلمات اللي حافظها ابني مش تايهه مش متنطوره، اقدر ارجع حرف خلال اسبوع، خلال شهر، خلال الايام المحدده مع جدول معين امشي. اتمنى اكون قدمت ولو معلومه بسيطه تفيد ابنائنا وطلابنا وتفيد الساده اولياء الامور. معكم مستر راضي، ثانك يو فيري ماتش، سي يو نيكست تايم، جود باي.